السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا انا لسه طالعة عند الطيور دلوقتي، اللهم صل على النبي. حبايب قلبي، انا كنت صورت لكم البطاية دي قبل كده وقلت لكم بتبيض بس ما بترقدش، فحد من حبايبي قال لي ايه، سيبيها سيبي لها البيض يمكن ترقد. المهم ايه، هي بصوا مش بتبيض في مكان واحد، بتبيض ايه كل مرة في مكان شكل. يعني كانت بتبيض هنا اصلا في الجيركن ده، دلوقتي ما بتبيضش فيه. تعالوا اوريكم بقى بتبيض فين دلوقتي، يعني بقى لها يومين بتبيض في مكان تاني خالص. وبعدين يا جماعه هي ما بتفصلش بيض، يعني هي مثلا ايه بتبيض مثلا يجي خمسه سته كده وبعدين تريح كام وبترجع تبيض تاني. اهو بصوا بتبيض فين، تيجي هنا تبيض في الطبق ده. فانا هعمل بايه بنصيحتكم، واسيب لها البيض قدامها اشوفها يمكن ايه. اهو مثلا انا ببص بيضه فين، بيضه مع اللي هو اللي انا جايب بتاع ده اللي انا جايباه للفراخ البلدي اللي هو اسمه ايه كله كالسيوم، يعني اقول لكم اسمه دلوقتي ناسيه، اللي هو الصدف، حطوا للفراخ اللي هي بتبيض. المهم سبت لها البيضه اهي، اما نشوف ربنا هيكرمنا فيها وترقد ولا لا. مش هشيلها، هشوف هتبيض كام بيضه تاني عليها. وفي نفس الوقت عندي بطايه هنا بتبيض اهي، لو دي ما رقدتش بص هي بتصوي هنا بتصوي. بس بحط لها بحطها عند البيض، قبل كده انا جربتها كتير بس دي مش اول مره تبيض عندي. لو ما رقدتش دي ان شاء الله دي ترقد وتحط ايه البيض تحتها. هنشوف دي بيضه النهارده ولا لا كده. اللهم صل على النبي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي بيضه ومعاها البيض بتاع البطه المسكوفي كمان، بعرف البيض بتاعها ازاي عشان البطايه دي اول مره تبيض، وبيض البطه المسكوفي هو ده، هو ده البيض الكبير يا جماعه، ده بتاع البطه المسكوفي. وبعدين البلد دي انا عدلها بتبيض بقالها كام يوم. بص اقول لكم حاجه، تعرفوا البيض بتاع البطه المسكوفي من البط البلدي ازاي؟ البيض بتاع البط البلدي بصوا ملمسه ناعم، ملمسه ناعم خالص، لكن البطه المسكوفي تبقى البيضه بتاعتها ايه الملمس خشن شويه، في خشونه شويه. وما شاء الله المسكوفي البيض بتاعه بيبقى ايه، بصوا مش ملاحظين انتوا؟ اه اللهم صل على النبي، البيض بتاعها كبير بتاع البطه المسكوفي. طبعا احنا مع البطه دي للاخر، شوفوا هتبيض كام بيضه برده ترقد. لو الثانيه رقدت المسكوفي على البيضه على البيض اللي بره اللي هي المكان اللي بتبيض فيه الجديد، هنحط لها البيض بتاعها كله تحتها عشان تتعود ان هي ترقد. ونرقد البلدي هنا برضو، هنعود البلدي انها ترقد عشان دي اول مره ترقد عندنا البلدي. شوفوا المكان ده انا كنت عامله الفرخه عشان الفرخه برضو كانت بتغغي كتير، قلت يمكن ترقد. بصراحه حاولت معاها ما رقدتش. طمن على البطايه الحلوه الجميله دي برضو راقده الحمد لله. تعالوا بقى ايه نشوف اللهم صل على النبي، نشوف بقيه طيورنا. ونخش بقى ننظف لهم الاماكن كده. وايه جايبه لهم الاكل معاها في الكيس ده، ده شيشة على علف على علف بياض، عاملين خلطة حلوة كده للطيور. بصوا انا ما بحطش النسب قد بعضها، يعني ممكن تلاقوني مقللة نسبة العلف، ممكن احط حبة فول حتة مش كتير للبط. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الفراخ البلدي يا جماعة، ومعاهم كام بطاية دول اللي حبساهم هنا. نمر بس ايه مرة، نمر مرار سريع كده عليهم. يا عم الله يخليك، حرام عليك انت عمال ترد في الجلابية في ايه، ان شاء الله بعيد. عايز اوريكم حاجة بس دلوقتي، هتشوفوا الرومي. بس بقى ده غبي قوي بيقعد يعضته وحشة قوي صراحة. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بالراحة كده نشوف الرومي هيعمل ايه بقى. بصوا بصوا الرومي بصوا اه، انا بقى اول ما بدخل كده بيبقى بصوا طيران على راسي بقى. طبعا الرومي جوع جوع وعطش وتنظيف كل حاجه عايزه تتعمل عنده، اللهم صل على النبي. طبعا انا النهارده بصوا يا جماعه الرومي ده مجنني، مش عارفه اطلعه على السطح. ليه بقى ما طلعوش على السطح؟ الرومي بيطير زي ما انتم شايفين كده، يعني بصوا ابقى واقفه والاقي الروميه عدت تكون فوق راسي، ما ببقاش عارفه اطلعهم على السطح خالص. فعايزه اقص الجناحات بتاعت الرومي، بس لسه الرومي صغير مش عايزه اقص دلوقتي بصراحه، فمش عارفه اللي يا جماعه لو ايه فيدوني بالموضوع ده، قولوا لي يعني ممكن اقص عادي ولا هيأثر عليه. المهم اللهم صل على النبي. تعالوا نشوف الحمام كده، شوف حاجه باظت ولا لا. اللهم صل على النبي. طبعا لسه مفيش حاجه هنا باظت ولا هنا ولا هنا. الحمام عندي ما اعرفش فيه ايه، بايظه خالص خالص. اللهم صل على النبي. عندي دي بيضه بيضه وراقده عليها، بيضه واحده بسلامتها. مفيش حاجه هنا برضو،
طواجن فاضيه. يلا مش مشكله، ربنا ايه يبعت لنا الفرج كده من عنده ويزيده ويمنح لنا البيت خير ان شاء الله. كده هنشوف بقى، هناكل ايه الاول، نبدا بيه الاول. هروح الاول ايه، هجيب لهم ياكلوا هنا الاول وبعدين هبقى انضف لهم بعد ما ياكلوا. تعالوا نطلع بقى الفراخ البلدي الاول عشان هي اللي هتتجنن وتطلع الاول تاكل. اللهم صل على النبي. انت بالذات لا. ايه هدخلك انت تاكل هنا بقى عشان انت ايه ما بتهديش سر بره خالص. نشوف الاول في بيض ناخده ولا لا. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان اللهم صل على النبي، احنا اول حاجه بنخش عند الفراخ كده نطمن عليهم ونشوف لو في بيض بناخده من تحتهم. اللهم صل على النبي. ثلاث بيضات فين اهو. طبعا انا ما بحطش اكل لما الاكل اللي كان بايت قدام البط هنا ياكلوه، حتى شوط اكل للدكر والنتايه اللي على السطح ياكلوهم هم الاول عشان ما فيش حاجه تقعد. بواقي اكل بيت على شويه دشيشه، وده طبعا الدكر اللي هو المحبوس اول ما بيطلع بيكسر النتايه اللي هي مع الدكر دي. طبعا انا عامله ايه بقى يا جماعه، جايبه علب بياض. هنحط علب بياض وهنحط الشيشه برضو الشيشه على علب للبط اللي هو التاني ده، كام بطيه دول. عايزه اقول لكم الطيور ما بتصدق تخرج على السطح. بصوا يا جماعه، تربيه الفراخ البلدي والبط والحاجات دي يا جماعه من اسهل ما يمكن، يعني الناس بتستصعب التربيه. هربي ازاي، هعرف يعني اتعامل مع الطيور، هعرف اربي، والله سهل جدا يا جماعه. فراخ البلد زي ما انتم شايفين محبوسه في الاوضه، هي بتطلع بحط لها شويه الاكل زي ما انتم شايفين كده وخلاص على كده، يعني مش قصه هي. والبط اللهم صل على النبي، يعني بصوا اهو بيتعامل مع بعضه، بطايه بتزيد بترقد وبتطلع وبتملك البيت خير. يعني تربيه الطيور مش صعبه. الناس اللي مستصعبه تربيه الطيور، لا والله العظيم ما صعبه ولا حاجه، يعني بس انت هاتي الحاجات اللي هي تتحمل معاكي اللي يعني الاوقات الصيف الشتاء الحاجات دي. طبعا عارفين الفراخ البلدي بتتحمل ما شاء الله، مناعتها حلوه قوي مش ضعيفه، يعني مناعتها قويه. والبط طبعا اللي هو بيبقى الخليط او البلدي او مسكوفي ده حلو جدا تربيه بيتحمل معاك، لكن فيه انواع في البط ما بتتحملش، زي مثلا المولر دوت في الصيف مش قوي، ما بصراحه ما بحبش اجيبه في الصيف. لكن اللي هو اللي جربته وطلع عندي حاجه كويسه اللي هو المسكوف الخليط دوت، ما شاء الله عليه انتاجه حلو. اللهم صل على النبي. بصوا النوتي بتوعه دول لسه، يعني النوتي دول صغيرين جدا، بتوع 3 شهور وشويه كده او 4 شهور. فما شاء الله دول برده مخلياهم، هلاقي منهم برده حاجه كويسه للبيض، مش هحتاجهم للبيض، ممكن ايه اذبحهم ابيعهم لسه ما اشوف. فيعني عايزه اوصل لكم بس ايه، ان تربيه الطيور سهله جدا، الطيور سهله جدا. وبعدين انت بتاكلي الانواع اللي زي دي كده بتاكليها اي حاجه، مش لازم تاكلي يعني ما تكوني مثلا انت عايزه تربي فراخ، الفراخ بتاكل حسنه البيت. لو انت جايبه 10 فرخات ومعاهم ديك هياكلوا لك اي حاجه من البيت، مش هيكلفوك حاجه، وهيبيضوا يعني ولادك هياكلوا من وراهم بيض برده، هيبقى عندك ديك تذبحيه. اللهم صل على النبي. بتجيبيهم يطلع فيهم فرخات تذبحيهم، حاجه مش وحشه، حاجه كويسه. you
وبرده البط لما بتبقي مربيه ذكر وانثيتين بتاكليهم حسنه البيت، لكن لما بتكوني عايزه انت تسمني كام ذكر بط بتربيهم عندك للذبيح بتضطري تجيبي علف، بتجيبي تشيشه، بتعملي لهم خلطه كويسه. لكن التربيه الحاجه اللي تربيها للبيت زي الفراخ اللي بتبيض، البط اللي بيبيض، الروم اللي بيبيض، برده بتاكلي اي حاجه من البيت ما بتكلفيش نفسك، بتاكلي الموجود عندك. فالموضوع بيبقى سهل مش صعب. بس طبعا هقول لك يعني برضو الكميات القليله هتعرفي تاكليها من البيت، الكميات الكبيره هتبقى صعبه عليكي شويه مش هتعرفي تاكليها من البيت.